هذا الموقع الجميل أكيد إحنا بحاجة له. يعني كلنا رحنا على مطاعم وأكلنا أكلات معينة وكان في عنا فضول شو مكونات هاي الأكلة أو كيف تتسوى إلى آخره. هذا الموقع اللي اسمه كابي كات، الرابط راح أحطه بالدسكريبشن أو الاسم و أو في التعليقات. بكل بساطة بيخليك تحط الوجبة أو الشيء اللي أنت أكلته بدك تعرف شو مكوناته أو المطعم وتختار من مطعم وجباته إلى آخره. هون حط لك مثال بسيط جدا عن بعض الأمور اللي كيف تتصنع أو بعض الشغلات اللي ممكن تعرف كيف بتتصنع. فور إكزامبل هذا التاكو بل، لو كبست عليه التاكو بل تنزل بتلاقي شرح عنه، بتشوف الصورة، بتلاقي جدول المكونات أو جدول المحتويات وتدور و و و إلى أخذ سندويش التاكو لماذا يتكون أو تاكو كذا وفيديو، يعني تفاصيل كتير لماذا هذه الوصفة يجب أن تجربها، تفاصيل كاملة متكاملة. وإذا ما حبيت طبعا بكل بساطة فيك أنت مثلا تشوف بعض السجستشنز اللي موجودة مثلا، طبعا أنت ممكن تبحث هون ويعطيك خيارات كثير. فمثلا بالله اللي هي الماكدونالدز، البيج ماك، البيج ماك العشق الذي لا ينتهي يا جماعة. تعالوا شوفوا كيف تاريخها، أمورها، إيش مكوناتها، شو المميز في الصلصة، طريقة عمل خبزة البرجر، يعني تفصيل كامل متكامل لأي ميل أكلتها في مطعم إلى آخره. وفي هون طبعا وصفات كثيرة ممكن تتعرف عليها والمطاعم وتكتب اسم المطعم. That's all يا جماعة. Hope you like.